يا عاطف باشا، انا عايز رجالتك يوصلوا الفيلا النهارده طقم حراسه كامل ويكون مسلح لو سمحت. فيلا مراد الجرحي، انت عارف يا فت. ليه بكره؟ ليه؟ طيب يا ريت الكلام ده يحصل من بدري لو سمحت. متشكر جدا، مع السلامه. خلاص، من بكرة الصبح أكبر شركة أمن في مصر هتبعت لنا حراس مسلحين يحرسوا الفيلا. بكرة؟ آه بكرة يا مختار، راشد مش هيستنى لبكرة. راشد مين بس اللي أنت خايفة منه ده؟ راشد قتال القتلة، راشد اللي حرق قلبي واتجوزني وهو قاتل الحسن، راشد اللي ما بكرهش بني آدم في الدنيا زي ما بكرهه. طب عادي عادي، اهدي بس اهدي. دلوقتي انت بتتكلمي عن شخصية تانية خالص، عسلية البنت الغلبانة الفقيرة اللي ما فيش في ايديها حيلة، دي انتهت خلاص، ما عادش في منها. اللي موجود دلوقتي داليا نور، اغنى ست في مصر. يا ريت نفهم الفرق ونتعامل على اساسه. تعال تعال أزوقك في مياه؟ يا ريت. صدقت هربت منكو، عايز تقتلني. عسلية، انت ايه اللي جابك هنا؟ انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني انا كل اللي عايزه اعيش مع ابني من غير شركو. شر مين؟ ابنك راشد وفتون فين يا عسلية؟ انت هتبسل يا علي، ما انت عارف ان انا اتفشت منه بعد ما قتل الحسن. وبعدين انت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ انا ما اعرفش اي حاجة عنكم. من يوم ما دخلت السجن لا اعرف عنك حاجة، ولا فتون ولا راشد هما فين يا عسلية؟ فين؟ امال انت جيت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ بعتوك ليه يا علي؟ عشان تقتلني؟ مش هما. امال مين؟ مين يا علي اللي بعتك هنا؟ انت بقيت قتال قتله؟ ما ترد. جيت هنا عايز اقتل واحدة اسمها داليا. مين داليا دي يا عسلية؟ مين ده اللي عايز يقتل داليا؟ أنا. أنت بقيت قتال قتلة؟ عادي كده؟ مين اللي بعدك تقتلها؟ بس دي أختك. أيوه بقيت قتال قتلة. بعتني واحد اسمه سامح. فتون راشد فين يا عسلية؟ مراتي فين؟ عسلية مراتي فين؟ فتون فين يا عسلية؟ راشد وفتون فين يا عسلية؟ Thank you.
بطايقه. مين عادل ده؟ ما هو راشد مسمي نفسه عادل. علي لو سمحت قول لهم بقى يبعدوا عن حياتي، ولو عايزين اي فلوس مليون اتنين عشرة انا هديهم، يبعدوا عني. ايوه مختار. ايه مالك في ايه؟ علي، علي كان عايز يقتل، كان هيدبحني وانا نايمه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ علي مين؟ يقتلك؟ علي جوز فاتون اختي اللي كان في السجن، سامح بعته عشان يقتلني. سامح؟ عليز هو سامح يعرف علي منين؟ انا ما اعرفش اللي وصل علي لسامح ابن مراد. الناس دي مش هتسيبني في حالي يا مختار. انا عارفه انه مش هيسيبوني في حالي انا وابني. أنا مرعوبة. طيب هو عندك؟ لا عندي إيه بس؟ ما مشيش غير مديته بطاقة فتون وراشد. طيب أنا بغير هدومي أهو ومسافة السكة وهكون عندك. خليكي مع شاهين وخلي فردوس جنبكم. في واحد اسمه الصاوي، الراجل ده في طريق الصف، هديك رقمه تكلمه وتروح له وتتفق معاه على 10 رجاله بأي تمن يا عطو، بأي تمن. أوامر. جرى يا راشد؟ إيه؟ أنت اتخبطت في دماغك؟ الرجاله دول هتعمل بيهم إيه؟ أخطف؟ إيه؟ تخطف مين؟ يا نسيبتي السودة، هو أنت فاكر عسلية دي هي عسلية بتاعت زمان؟ لا يا أخويا أصحى، دي بقت هان وشركات، دي ساكنة عند الناس الكبارات قوي. انت اتجننت؟